Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. بيان سور غادي نخلي لكم يا اما الطريقه يا اما المقادير. غادي نخليهم لكم نشوف كيفاش جاو. جاو مفشفشين وجاو رطبين وجاو محلولين ودرت وسطهم الشوكولات وصافي. المهم انا غادي نفطر ونهضر معاكم. هاي هلو هلو كبيدات، يا صباح الخير. صافا لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كلشي هو هذا، كلشي بخير، كلشي 5 5. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. بديت معكم بهدوء. داكشي ديال السكين كير والفطور وداكشي ما حاولت ما نهضرش فيه، حيتاش ارى ما نهضر في الفيديو عييت من الهضره، وانا عارفه راني كنهضر بزاف. حاولت هذا الفيديو يكون شويه ديفيرون. مهم بديت معكم الفيديو ديال المهم بعدا. مرحبا بكم معايا فيديو جديد، وما تنساوش الى عجبكم انكم تخليو لي لايك ولي كومونتير ديالكم بيان سور، حيت كيفرحوني وكيشجعوني وكيموتيفيوني باش نبقى نصور لكم دائما. سينو كيف ما شفتوا بديت معكم الفيديو بسكين كير ديالي. ديال دائما كنغسل وجهي بصابون، اي حاجه عندي كنحك سنيناتي، كندير بوماليفغ ولا كريم ايدغاتو الا كنت غنبقى في الدار. هادي دو ان دو دو مشيت سخرت و
مشيت سخرت وجيت دابا وجدت الفطور كيف ما شفتو، دابا باقي ما فطرت يلا وجدتو وصورتو لكم ودابا كنهضر معاكم. مهم كيف ما شفتو غادي نصور معاكم النهار الاول ديالي في القرايه، ماشي زعما فيرست داي اوف يونيفرسيتي ولا ات سكول اولا شي حاجه اولا سونتر اولا شي حاجه. كيف ما كتعرفوا انا صافي ساليت خديت ليسونس ديالي في لافاك ودابا دخلت كنقرا واليوم قاريه ودخل مع 11. داكشي علاش انا دابا غادي نفطر وغادي ندير معكم الاوتفيت اللي نبارطاجي معكم، الاوتفيت اللي غادي نلبس والميك اب اللي غادي ندير صافي. وغادي نقاد معكم تو دو ليست ديالي ديال اليوم وغادي نهضر معكم على تنظيم الوقت وبزاف ديال الحوايج. جيسبر يعجبكم لا فيديو وتشوفوا لي زيفور اللي كندير باش يطلع لا فيديو زوينه. وهذوك لي كاب كيك اللي صاوبت انا غادي الا بغيتو نبارطاجي معكم الفيديو في انستغرام قولوها ليا حيت انا ديجا صورتو، سينون في يوتيوب غادي نخلي لكم غير المقادير اللي احتاجيت باش نصاوب هاد لي كاب كيك وجاو فنين صافي. المهم نمشي نفطر باش ما نطولش عليكم الهضره. باي باي كبيدات. وهنايا كنت كنفطر، المهم شفت شو حاطه حدايا قهوه وهذوك لي كاب كيك لي صوبت، وكنت شاده التليفون كنت داخله كنجاوب في واتساب صحاباتي وداكشي صافي. وكندخل حتى الانستغرام كنشوف مثلا الا لقيت شي فيديو هكا عجبني اولا شي حاجه كنبقى نتفرج فيها كنبقى طالعها بطراكم عارفين. كتبقاو تقلبوا وتبقشوا داك التخربيق صافي. من بعد كنت دخلت اليوتيوب وكنت لقيت لمياء حاطه واحد لا فيديو وقلت غنتفرج فيه حتى انا ما كنزقل حتى فيديو ديالها، غير ما كيعجبوني لي فيديو ديالها زوينين صراحه زوينين بزاف صافي. ودخلت كنت كنتفرج فيها وقديت حتى تودو ليست ديالي كنقادها في التليفون حيت المهم كنقادها في التليفون وكنديرها حتى في الاجندا كنكتب فيهم بجوج. اكثريه الاجندا كنكتب فيها لي زيدي وتودو ليست الاكثريه كنديرها في التليفون صافي. هنايا كنت قديت كل شيء وجالسه كنتفرج ووريتكم هنا لي كاب كيك من الداخل. شوفوا الشوكولا، شوفوا الحلاوه داكشي واعر صافي. هنا كنت كنعطي الايمي تاكل. شنو بغيتي؟ شنو نعطيك؟ اشنو نعطي لبنتي؟ انا غنعطيك صبري، نعطيك فرماجه، نعطيك فرماجه. صافي شبعتي ايمي؟ شبعتي؟ كليتي الفرماجه كامله؟ بغيتي شهادة؟ هاكي كملي. جايز كيف ما شفتو هنايا كنت كنكتب تو دو ليست ديالي ديال هذاك النهار وكنت كنقاد حتى بعض الافكار اللي كيطيحوا لي في بالي وكنكون ما عارفاش كيفاش غنصورها وكيفاش غنبداهم وكيفاش غندخلهم. هذا مهم كنكتب كل شيء في هذيك الاجوند اللي وريتكم كنقاد فيها كاع لي زيده ديالي. وهذه راه حاجه مزيانه انكم تكتبوا اي حاجه كطيح لكم في بالكم. وكونسيرنو بزاف ديال البنات كيكونوا كيبغيو يتعلموا مثلا كيفاش يحاولوا يبداو يهضروا بالفرنسي وداكشي، بعض المرات كنكونوا كنسمعوا ديمو هكا، كنكونوا كنتفرجوا شي فيديو اولا شي حاجه كنكونوا كنسمعوا كلمات وكندوزوهم. حاولوا انكم تبقاو اي كلمه سمعتوها تبقاو تقيدوها اما في بلوك نوت اولا لي نوت ديالكم اللي كيكونوا في التليفون اولا الاجوندا ديالكم صغيره اللي دائما معاكم، تبقاو تقيدوا فيها اي حاجه سمعتوها واي حاجه بغيتوا ديروها. هكا حاجه مزيانه والله. انا دابا كنديرها، اي كلمه سمعتها في فرونسي كنقيدها عندي وكنبقى حتى انا كنستعملها، ومن هكا كيبدا يكبر عندكم الباجاج وكتبقاو اي كلمه سمعتوها كتبقاو حتى نتوما تطبقوها وكتبقاو عاقلين عليها. هاي مهم لقيتوني دابا صافي ساليت كاع داكشي اللي خصني ندير في الدار، زعما درت داكشي ديال وجهي الصباح، فطرت، جبت هادشي اللي خصني نوجد، قديت تو دو ليست ديالي، كتبت واحد الافكار كانوا ليا في راسي. المهم انا في الليل كنبقى داخله انستغرام، كنبقى داخله التيك توك، وكنبقى يطيحوا ليا بزاف بالي، كنبقى نشوف بزاف ديال اللعيبات وكنبقى نقادي زيده بوحدي وكنبقى نكتب. شوفوا راه اي حاجه كتبتوها راه بحال كتارخوها، فهمتوا؟ كتكون
كتكون بحال النسبه ديال التطبيق ديالها كتكون اكثر من 70%. هذه راه علميا كيقول لك اي حاجه تكتبتيها واخا تكتبها في ورقه وتخليها في مريوك وشحال وكدوز على سنين كتوصلي ليها كتوصلي لها ولا كتحقيها سواء حلم سواء فكره سواء زعما نهاركم كيفاش بغيتو يدوز اي حاجه حاولوا انكم تكتبوا. مهم داكشي ديال اي حاجه فكرتوا فيها تكتبوها هذه حاجه مهمه. وبغيت نقول لكم واحد البلان سي كو قد ما كتبتوا زعما داكشي اللي غديروا في نهاركم قد ما كتكون النسبه ديال انكم داكشي غديروه طالعه فهمتوا. ماشي بحال كتبقاو غير مدوزين النهار كيدوز لكم الوقت بزاف خاوي وكتضيعوا بزاف ديال الوقت. ماشي بحال الا قاديتو كل حاجه مع شخصكم ديروها وكل حاجه مع شخصكم تكونوا ساليتوها فهمتوا. بحال مثلا الصباح بالنسبه للناس اللي كيخدموا الصباح وكيكونوا كيقراو في العشيه ولا هذا تقولوا في الصباح شنو غادي ندير شنو خصني ندير شنو خصني ندير في العشيه خصني نمشي نخدم ورا الخدمه خصني ندير فهمتوا. هادو دي تروك ودي شوز اللي خص كل بنت زعما تكون ضابطاهم صافي. كيف ما شفتوا انا غنبارطاجي معكم تو ليست ديالي هنايا وديك الاجندا كما قلت لكم كنت كنكتب فيها دي زيدي كنقاد فيهم اي حاجه كنكتب حتى كيفاش غنصور كنكتب صافي. المهم دابا انا جبت حوايج جبت هاد البحال هاد السويت بيضه هذه اصلا يلا خديتها غي زعما لهاد العام خديت اول مره غنلبسها هي دابا. وهاد الجوغين اللي ما مقطنش من الداخل غادي نلبسهم لبسه يعني ديال هاد الجو فهمتوا دومي سيزون. وهذه بارده فهمتوا ما مقطنه من الداخل لا حتى حاجه صافي غادي نلبس ونجي باش نقاد معكم وجهي وخليكم معايا. هاي اول حاجه غنبدا بها هي سانش كريم ابري اندير برايمر ابري ندير اونتي سيرن هذا ديال فيت مي صافي. من بعد غادي ندير قلم وسط عينيه ماسكارا ديال الحجبان وغادي ندير عكر هذا قلم وهذا عكر. واخر حاجه غادي ندير بلاش ليكيد ابري غندهن شعري بهذا السيروم صافي. وهكا كنكون واجده. واش كيدير سانس كريم عاد البرايمر اولا كيدير البرايمر عاد سانس كريم. المهم انا ما عرفتش الترتيب ديالهم داكشي علاش درت السانس كريم عاد درت عاد غندير دابا البرايمر ولا كنت غلط خليوها ليا في لي كومونتير قولوا لي لا راه خاصك ديري البرايمر عاد سانس كريم داكوغ. البشره ديالكم من الداخل عاده زعما تفكروا انكم تديروا ميكاب وداكشي حيت صراحه الا كنتو زعما البشره ديالكم مكرفصه وكديروا ميكاب راه واخا ديروا ميكاب كتبقى تبان البشره مكرفصه زعما باغ كونتخ الا كنتو منقي البشره ديالكم كديروا غير شويه ديال ميكاب كتبان لابو ديالكم. Thank you.
لو لوك فينال. هاي شوفوا ميك اب. هذه القبية صراحة زوينة، أول مرة ألبسها. وهذا الجوجين. مهم أنوريكم أول حاجة غادي شنو هو زعما غادي نهز معايا. غنهز هذا الساك ديالي، هو هذا كنت خديته من شيئي. أول حاجة هما هادو اللي ما كنقدرش نفرقكم، ما كنقدرش نفرقكم زعما كنكتب فيهم أي حاجة. هادي موجودة في هذاك الشيء اللي غادي نبداو به. فوالا هذا الشيء داك الشيء اللي غادي نبداو به. أنا ديجا موجودة، تلميذة مجتهدة. وهذا هادي كنكتب فيها أي حاجة، كنكتبها فيها أي حاجة كتخصني تلقاوني كنكتبها فيها. دونك هادو ضروري، كحل وستيلو زرق، لينات ديال الشوف ولينات ديال الشمس. غنجرب معاكم ديال الشوف. مكنديرهمش بزاف حيت كنديرهم غير في القراية، كنديرهم غير في القراية فقط. كيجاوني جاوني كيوت. هما هادو كنديرهم ملي كتكون عندي الدراسة. هادو ريحة غنرشو منها، غنرشو منها وغنهزوها معانا. نديرو هنا كلينكس وقلم ديال الفون والعكر. العكر ضروري، العكر وعكر. صافي هذا حتى هو ضروري كنهزو معايا. واخر حاجه هي بسطام وتليفون. المهم هذا حيت ممكن نهزوج معايا غير كنصور به. صافي وهذه اخر حاجه، وهكا كيكون الساك ديالنا وجد دان. صافي وغنخرج هكا. نكمل معكم لو فلوغ، ولكن ملي فقت وانا كنصور بالايفون، ودابا فاش بغيت نخرج لقيته 20%. دونك ما غاديش نقدر زعما نصور به بزاف في الزنقه. الا قدرت باش نصور بالريدمي ولقيت كيفاش ندير باش نصيفط من الريدمي للايفون ونقاد لكم داكشي، هي هذيك. ما لقيتش كيفاش ندير، صافي غادي نحبس لكم الفلوغ هنا وصافي، حتى من بعد وندير لكم فلوغ هكا ديال نهاري كامل، فهمتوا؟ اما دابا الصراحه معولتش انني غادي زعما غادي نخرج نصور برا. واصلا من الصباح ملي فقت وانا كنصور، حيت شاركت معكم لي ديتاي، كنت زعما صورت حاجه بحاجه شويه شويه شويه، كان غيبقى لي التليفون مشارجي وغادي نخرج نصور بيه في الزنقه ونكمل معكم نهاري. مي صورت معكم لي ديتاي ودابا ديشارجي ليا وما عنديش، ومالوغوزمون ما عنديش الباور بانك اللي كي يهزوه معاهم زعما كيشارجيو التليفونات. صافي دونك كنضطر نحبس معكم هنا، اما نكمل لكم بالريدمي اما نحبس لكم الفلوق هنا. المهم الى حبس السلام عليكم، ونتمنى يعجبكم وتخليوا لي لايك، والى ما حبسش نتلاقاو من بعد.